الحلقة كيدينا لمدينة القنيطرة مع دجاج محمر ديال الفراحات. لالا فاطمة صباح الخير. صباح النور، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ تبارك شبر صحيحة. بارك الله عليكم وتبارك الله على الدكتورين، ما شاء الله. الله يبارك فيك، نتمنى تكون الاستفادة عامة يا رب. يا حبيبي، حيت أنا عندي السكر، يعني الله يعطيها الخير. الله يسلمك. ودائما مرض السكري كيكون حاضر في جميع الكلام ديالنا حول التغذية. والتوعية، يعني دابا حنا كيقولوا النخالة كنرميوها. لا لا لا، مهمة النخالة، المهمة. دابا حنا دابا نبقاو نشريوها مثلا. لالا فاطمة، كتقترحي علينا الدجاج محمر ديال الفراحات. يا حبيبي، كناخذوا الدجاج شحال نديروا؟ 4 سطيل، 5 6 شحال غنديروا؟ إيوا حنا راه عينينا كبيرة. يلا نديروا غير 4. بارك الله يجعل البركة، الله يجعل البركة. وي اختي، بدا الطريقة نغسلوا بعدا الليمون والبصل الحمراء مطحونين. هذه طريقة ديال الغسيل ديال كيفاش؟ الدجاج ولا يدير في الماء ويترقد مع الدجاج، الليمون اللي كناكلو، البرتقال ماشي الحامض، البصله الحمراء، الليمون، حيت كاين اللي كيقول الليمون هو الحامض، البرتقال، الليمون. المهم كتغسل به، يعني ما كيبقاش فيه لا زفوره لا حتى شي حاجه، ما تخافيش كاع من العطريه. اذا كتقطعي بصله على جوج وبرتقاله على جوج، كتفركي بها مزيان هذيك الدجاج. لا كنطحنوهم، كنطحنو لا بيغي. كيوليو بيغي الليمون مع ال ديرو في الماء الا بغات، كنقد فيه الدجاج واحد المده طويله، ما بغاتش تحكم بعد تشلو تسقطرو. نعم، ايه واضح. صافي الطريقه نتوما كناخذو العطريه ديال دابا الدجاج هذا مقلي بالحامض. كناخذو الحامض مرقد، غنوريك الطريقه اللي كيتوجد بربع ايام بسرعه. الحامض مرقد، كنشدو حامضه كنحكو في ربع الدجاجات القشور غير ديك الجليفه الفوقانيه، هذا من غير الحامض المصير، هذا حامضه عاديه ضروري. الحامض الخضر هو اللي كيحمر الدجاج وكيخلي الدجاج يرقد في الطياب، لو زيست ديال الحامض، هذاك القشره ديال الحامض. نعم، والعصير الحامض. اذا قشره حامضه زائد عصير حامضه. نعم حبيبه. وكناخذوا شويه الملحه. نعم. شويه الزعفر، شويه سكينجبير، الزعفران الحر نطحنوا مع السكينجبير باش يتخلط مزيان ويعطي النكهه مزيان. كناخذوا شويه ديال السمن، كنخلطوا هذا الشيء كلشي في الخلاط يتطحن. كلشي ولي بيغي. كديري مع زويته ولا غير داك الحامض؟ زيت بلديه وسمينه مليحه، سكينجبير، البزار. نعم، انا ما كنديرش الربع نهائيا باش يبقى الدجاج نقي. وكنعمر الدجاج مزيان من الجناب، يعني كيتدهن مزيان وكيرقد. نعم، مع ديك الحامضه المصيره ولا ضروري الحامضه المصيره؟ ديري ثلاثه مطحونين، يعني يكون عندك لا بيغي في الدجاجات، كل حامضه، كل دجاجه بحامضه مرقده. نعم، اذا عندنا الحامض المصير مقطع ولا كل شيء غادي نطحنوه؟ كل شيء مطحون، يعني كنحكو قشره ديال الحامضه كامله، وكناخذوا العصير ديال الحامضه، الملحه، الابزار، سكينجبير، الزعفران الحر، السمن، والزيت البلديه، هادشي كلشي كنطحنوه. نعم. في الخلاط. نعم. وكنديرو الدجاج مزيان وكنكتفو وزيد يعاود يتعقد باش ما يتحلش. وكيدار في الطنجره وكنضيفو لذاك شويه اللي طحنا منه، ما بقاش نزيدو شويه. ونمرقو نيشان. نعم. الاقامه. ما كاينش الربع، ونمرقو نيشان ونزيدو شويه زيت البلديه ونديرو الملون. ضروري. نخليو يغلى. السيدات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يطيبوا الدجاج يطيب مره، يغلى غير شي ربع ساعه وياخذوه ويديروه في الفران. ملي كديري في الفران كتاخذي من ديك لاصو شويه وكديري فيها شويه ديال الزعفران الحر وكديري فيها الزبده العاديه اللي كناكلو، وكتحركها وكتسقي مره تسقي، هو كيتحمر كيتسقى وفي نفس الوقت كيطيب. باش هذه في الفران حتى كتخاف. نعم. وكتعرف طيبه غتخليها في نيشان في الطنجره، ومن بعد تهزو الفران تحمر ولا في الزيت وتخلي ديك الدغيميرات نشف. نعم، الدغميره مازال ما درناش فيها البصله ولا ما غنديروش؟ ما كندير لا بصله غير الحامض، هذا ساهل يعني وكيجي رائع وزوين. ومين من كطيب الصلصه مزيان كتغمر ديك المريقه كنزيدو شويه الحامض الخضر. معصر. نعم. صافي الدجاج واجد، وكديري ديك الدغميره من فوق الزيتون. بغيتي نعطيك الطريقه ديال البصله، البصله ما كطيبش في الدجاج كتفور. واخا تفضلي. كنطحنوها في طحونه اليد. وكنرميو في ديك الصلصه وكنخلي الدغمر حتى كتولي بنيه، لون ماغو بحال العسل. لا لا فاطمه، نمشيو معاك شويه بشويه. عندنا شحال عندنا ديال البصيلات؟ في ربع الدجاجات نديرو حتى جوج كيلو حتى ثلاثه. واخا كديري البصله الحمراء ولا البصله البيضاء؟ لا النحاسيه، لا بيضاء لا حمراء، نحاسيه هي ديال الطياب. واخا نديرو واحد جوج كيلو ديال البصله الى عندنا ربعه ديال الدجاجات.
يفورو ما يفورش بزاف تيموتو يبقاو شويه شادين من بعد طحنو في الطاحونه اليد ديال الماتش اللي كنطحنو فيها زمان ومن بعد نرميو في هذيك الصلصه الطيب نعم راه كتجي واحد الغميره زوينه وصافيه وواقفه والسيده تزيد فيها القشي وشاد ديال الدجاج مثلا الكبده والقنصه وداك الشيء تبوشيو بشويه الماء والماء يكون فيه شويه ورقه سيدنا موسى ومن بعد تحيدهم وديروا في هذيك الدغمه تبقى تغمر وتحرك بمغرفه العود حتى كتولي قويه هاد البصله هادي هاد البصله كنضيفوها حتى كنحيدوا الدجاج يا حبيبه الدجاج كتبغي بالحامض كيجي محمض نعم هذا الدجاج مقلي بالحامض نعم رايحين الدجاج فيه سطلا عندي شي 20 طرق الى كل مره نعطيك وصفه هذه وصفه بلا ثومه لا بلا ثومه غير بالحامض الحامض نعم واللي بغى يدير فهاد الطريقه ديال البصله حتى هو ممكن يديرها وهاد الطريقه ديال البصله مفوره كتجي في اللحم كتجي في اي دغميره نعم هي نعم. بالبلدي هي زوينه الطريقه هذه ما كتبقاش يعني كتجي غير الدغميره بلا ما كتبناش واش بصله ولا لا وما يقولش الناس الماء باش كتجي المريقه واقفه لا لا فاطمه بالنسبه للحامض المصير اللي كيوجد في 4 ايام كي غنديروا له السيدات اليوم ياخذوا اللي عندها في الثلاجه اي حامضه يا وحده يا جوج يا ثلاثه يا اربعه يديروا كاسره صغري بالماء يرميوا الحامضه 100 قيسه كتلقاها بحال بونجا ولاد كديرها في قرعه ديال الدجاج وكتضغطي عليهم مضيقين وكتخوي عليهم داك الماء اللي طيبنا طايب وكتسدي قرعه الدجاج نعم ما كتقبي الحامض ما والو نعم ما كتقبيش الحامض ما تقبيه لا ملح لا والو كديري في الثلاجه شي غتجبدي نصبي فيه ديريكت لا ملح لا والو تسيات اللي كيبقاو يديروا الملح وكينساو الحامض الملح وهذا يعني في ظرف 4 ايام السيده اللي بغات طيبو في ذاك النهار طيبو نعم اذا الحامض عندنا يعني في الثلاجه انا كنخدم به لمده طويله الحامض عندنا في الثلاجه يبرد مزيان كنطيبوا الماء في الثلاجه غير السيده غيكون عندها الحامض موجود زعما ماشي ضروري ممكن نجيبوه من السوق نغسلوه مزيان ونديروه مباشره نعم كنطيبوا الماء مزيان وكنخويوه فوق هذاك الحامض ونخليوه كيكون الحامض نديروه في الماء فوق العافيه بحال كيتسلق صافي وكديري في القرعه مضيق وكتسدي عليه وكتخوي داك الماء اللي نعم. طيبنا فيه الحامض صافي وكيوجد دغيا دغيا في البلاصه غدا نصبي به نعم تبارك الله عليك الا فاطمه زوقي بيه تبارك الله عليك الا فاطمه شكرا جزيلا على مشاركتك معنا كنذكر بانك من مدينه القنيطره